صلي على سيدنا ومولانا محمد تسليل عدنا عدنان صلاة تجود لي بها بالغفران والرضوان وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي الإقان أمين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان اللهم إنك أمرتني في كتابك بأن أصلي وأسلم على حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأجبتك إلى ما أمرتني به وجعلت هذا الكتاب مقدمة فتقبلها مني بفضلك وجودك وكرمك وتقبل بيامي أماياتي بعدها واجعل كل حرف منها موافقا لما تحب وترضى بجاه المصلى عليه بها اللهم إني مقر لك بالكمال والجلال والجمال وتقدس لما لا يليق بك من الأوصاف ومقر لرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم بالاتصاف بكل ما ينبغي أن يتصف به من الأوصاف ومقر لجميع الأنبياء والمرسلين بالاتصاف بما يليق بهم من الأوصاف ومقرون
الملائكة بالاتصاف بما يليق به من الأوصاف فصلي وسلم على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تدخلني بهما في دارين في حسنك الذي من دخل فيه أمين من عذابك أمين من عذابك من دخل في دارين في حسنك الذي من دخل فيه آمنا من عذابك أمينا يا رب العالمين وسلاما تدخلني بهما في دارين في حصنك الذي من دخل فيه من أمين من عذابك أمين يا رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وصلاة على محمد نبيه الذي استقاذنا به من عدا عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله نجاب البررات الكرام وبعد هذا
فالغرض في هذا الكتاب ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلها تذكرها محظوفة الأسانيد ليسهل حفظها على القارئ وهي من أهم مهمات لمن يريد القرب من رب الأرباب وسميته بكتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر صلاتي على النبي المختار ابتغاء لمرضات الله تعالى ومحبة في رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما والله المسؤول أن يجعلنا لسنته من التابعين ولذاته الكاملات من المحبين فإنه على ذلك قدير لا إله غيره ولا خير الآخير ولا خير إلا خيره وهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.